المفروض ان هو كده بيريكورد، وانا المفروض انتوا شايفين الباوربوينت. احنا شايفين الباوربوينت ودلوقتي هو بيعمل ريكورد. تمام. Grading of a portion of a highway هو عبارة عن ايه؟ عندنا portion of highway through hilly terrain is to be graded to elevations that meet acceptable standards of vertical curvature. الناس بتوع الهندسة المدنية عارفين احنا بنتكلم عن ايه. تمام. يعني الميل ورate of change of slope of the road must be within certain bounds. To achieve this vertical alignment, an acceptably smooth curve is superposed conceptually on the surface, resulting in two areas to be cut and three areas to be filled. عشان يعملوا عملية المساحة مفروض هيضطروا ياخدوا التربة من حتة ويحطوها في حتة تانية. The areas to be cut and the volume to be cut from them are listed in the following table. A1 و A2. In a similar fashion, the areas to be filled and the volume to fill are B1, B3, B2 and B3 زي الجدول اهو. فأجي الجدول هيبين اهو. اهو. بيقول لك ايه بقى؟ Requirements and decisions in the cut and fill problem. الفيل areas هي 1 و2 و3 والcut areas هي 1 و2. خلاص؟ طبعاً. ايه بقى الاماونت افيلابل؟ ما اقدرش افيل اكتر من الحاجات اللي هجيبها من الكات. فهو هنا حاطط الجدول بطريقه عجيبه قوي، حاطط الرايت هاند سايدز هنا اهو بالنسبه للكات، وحاططهم هنا بالنسبه للفيل، وحاطط لك نوع الكونسترينتس هل هي اكبر من او تساوي، فكلهم اكبر من او تساوي. والمتغيرات اللي عندنا هي 1 2 3 4 5 6. ليه؟ عشان ممكن احط المساله دي في شكل تاني، ودي حاجه مطلوبه منكم انهم تحولوها للنتورك، تحولوها للنتورك. يعني يكون في الموقعين بتوع الكات دوريه مكتوب عليها C1 ومكتوب عليها C2، والثلاثه بتوع الفيل في F1 وF2 وF3، وتورونا الفاريبلز السته دول موجودين ازاي على النتورك دايجرام عشان نفهم المساله ماشيه ازاي. فاهمين كلامي؟ لا مش فاهم. حاضر انا هكتب اهو. نتورك دايجرام زي اللي احنا كنا عاملينه في اول محاضرة خالص يا دكتور بتاع المية، صح كده؟ بالظبط كده. حلو الكلام؟ تمام. The remainder of the table consists of blocks. The elements since the three amounts are known. طبعا احنا فهمنا الجدول ولا مش فاهمينه؟ لا معلش حضرتك ممكن تعيد الجدول تاني؟ حاضر. بص يا حبيبي، انا عندي منطقتين باخد منهم التربه وثلاث مناطق بحط فيهم التربه عشان اساوي الفيرتيكال الاينمنت بتاع الطريق على حسب القواعد اللي في علم الطرق. فباخد من I1 ممكن احط في J1 او J2 او J3، دول ثلاث متغيرات. ولو خدت من I2 ممكن احط في J1 او J2 او J3، عشان كده الفيريبلز هنا 1 1، 1 2، 1 3. المفروض اللي اخده من ده يكون واحطه هنا، المفروض يكون يعني اكبر من او يساوي الرقم ده amount available from cut area. المفروض الرقم الحاجات اللي اخدها من هنا المفروض تكون اكبر من او تساوي اللي موجود في الاريا، وكذلك ده الكات. طيب والفيل؟ الفيل
ان المفروض ان انا الفيل اللي حطيته هنا والفيل اللي حطيته هنا يبقى اكبر من او يساوي الاماونت ريكوايرد منهم. تمام. واحد بيقول لي ليه ما حطيتش يساوي؟ ممكن احط يساوي بس احنا دايما بنحط الانيكواليتي عشان بيسهل الحل اكتر، لان الايكواليتي مور ريسترينينج. وغالبا لما تشوف الاخر هتلاقيهم اتحولوا دول لايكواليتي زي ما هتشوف في الحل. بس فهمتوا الجدول ولا ما فهمتوش؟ اه تمام. لا في حاجه يا مصطفى؟ في حاجه يا حسام؟ لا تمام انا كده فهمت. تمام. بس برضو حتى لو ما فهمتش لما تيجي تعمله بنفسك هتشوف. هنشوف بقى عملنا ايه ده اهو. يبقى الجدول to minimize the cost بتاعت اللاند جريدنج، وعندي كم متغير؟ ستة اللي قلنا عليهم. هم ايه بقى الستة دول؟ لازم الحاجات اللي اخدها من الكات تكون اصغر من الكات، والحاجات اللي اخدها من الموقع التاني اصغر، والحاجات اللي احطها مفروض تكون اكبر من او تساوي. خلاص يبقى معنى كده ان الجدول ده في حاجة غلط، صح ولا لا؟ لان كلهم محطوطين اكبر من، لكن مفروض ان فيهم اتنين اصغر من وتلاتة اكبر من. اللي اصغر من هو اللي في الكات طبعا، لان لا يمكن اكت اكتر من اللي ما اقدر اكون موجود، لكن اللي بيروح في الفيل ممكن يكون اكبر. ليه؟ لو كان مساحات الكات اكتر من او يساوي المساحات بتاعت الفيل. وبعد كده كل المتغيرات دي لازم تكون بوزيتيف. ها يا شباب ايه الاخبار؟ العملية واضحة ولا مش واضحة؟ تمام. بس احنا كده ما قلنا الكوست بتاعهم. ده الكوست. الكوست اللي هو موجود في الجدول اهو. فين الكوست؟ شايفين الكوست اللي هو سي واحد واحد سي واحد اتنين، دي الكوست عشان اسمها سي. تمام كده. بعد كده حط المسألة في شكل الايه. تمام. طيب امال المسألة دي فين الحل بتاعها؟ كلها سيمبلز فما فيش حل. كلها سيمبلز فما فيش ايه حل. مش حلي. فانا الحقيقه عايز سيادتك خصوصا في المساله دي، ده الاساينمنت الثاني، انك انت ايه اهو. وبعدين معلش اهو الاساينمنت ده نك اهو اساين انا ليه عملت الحركة دي يا جماعة؟ عشان اوريك ازاي الناس اللي بيخترعوا المسألة لازم يزبطوا الارقام. تمام. فسيادتك هتحط تكاليف للسي واحد واحد لغاية الستة، وهتحط لي كمية الكات قد ايه بالمتر المكعب، وكمية الفيل قد ايه، وطبعا الحاجات اللي الارقام اللي هتعملها لازم تحل المسألة. فيمكن بعد ما تفترض شوية أرقام تضطر إنك أنت إيه؟ تعدل الأرقام. تغير شوية. أنا بس هحط البتاعة دي عندكم في المكان بتاعكم. أهو تمام. وهسميها مود لأني عملت لها. بس. أوكي. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. انا يعني بفضل من وجهة نظري المتواضعة ان احنا نوقف هنا عشان هالة ودينا ما كانوش موجودين. بس يا ريت يا نوها او يا باشمهندسين تتصلوا بيهم وتقولوا لي هم ما جوش ليه، because I'm a bit worried. حاضر يا دكتور. فانتوا اخدتوا المحاضرة اهي
وخدتوا الاسايمنت وعايزكم تعملوه، الا لو كان عندكم اسئله في الحاجات اللي قلناها قبل كده. يعني المحاضره تقريبا كده خلصت. لا انا هستاذن حضرتك بس في حاجه. اتفضل. المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت كنا بنعمل استاب من المسائل بتاعت النهاردة. احنا النهاردة بنعمل التحويل الكلام لماثيماتيكال موديل وبعد كده نحل الماثيماتيكال موديل ده. المرة اللي فاتت كنا بنحوله لماثيماتيكال موديل وبنقف على الخطوة دي. هل برافو ده كده عليك، صح؟ صح ولا انا كده، مش انت كده فاهم، وهو ده الترتيب المنطقي للاشياء. بسيط. تمام؟ يعني انا اول حول الكلام لماثيماتيكال موديل وبعد كده نبدأ نحل الماثيماتيكال موديل. اهو بص، اهو بص كده، ادي فين الحكايه، الحكايه اهي، ده اول الحكايه ودي بقيه الحكايه. خلاص طيب، بقيه الحكايه اهو. على فكره حتى كمان المفروض ان انا لو انا عايز الاساينمنت ده، لو انا عايز احطه في المكان المنطقي بتاعه احطه هنا، صح ولا لا؟ بحيث مظبوط. ادي الحكايه ودي بقيه الحكايه ودي بقيه الحكايه. خلاص. تمام. وبعدين اتحولت لماثيماتيكال موديل، وانت بقى اللي هتضيف السلايد بعد كده اللي فيها الحل بتاع الايه الماثيماتيكال موديل. بالظبط كده. تمام، اوكي يا شباب. اوكي يا دكتور. طب مفيش اي اسئله تانية غير اللي ساله باشمهندس؟ يعني هي الأسئلة هتيجي لما نحلها بإيدينا. طيب خلاص، اوكي خلاص، اه نتفق على كده ونشوفكم بقى. عاوزين تحضروا الاسبوع الجاي ولا تاخدوه اجازه؟ ايه رايكم؟ هتفق معاكم اتفاق، بالرغم ان الاسبوع الجاي اجازه لان احنا فات علينا اسابيع من اول السنه لما معهد البيئه فاق من النوم، ان احنا نخلي الحصه كلها تدريب على المسائل دي. ايه رايكم؟ ما نقولش محاضرات اوكي عشان تعرفوا البرنامج بيستخدم ازاي، ونتناقش مع بعض ازاي انتوا حليتوا المساله بتاعت الكاتن فيل. حلو كده الكلام؟ تمام تمام، يا دكتور. موافقين يا بس شباب؟ ممكن استاذن حضرتك في حاجه يا دكتور؟ اتفضل. هل متاح مع حضرتك او يبقى افضل لوقت حضرتك ان يبقى يوم سبت مثلا كويك اند بس يوم ولا؟ سبت، يوم سبت انا عندي محاضره تانية، فمش هقدر ادي محاضرتين في اليوم، انا راجل عجوز. والحاجه التانيه ان انا باسيوم ان كنتوا ما بتروحوش الشغل كل يوم. أو والحاجه التانيه ان الاسبوع الجاي بالذات حضرتك هتكون قاعد في البيت غصب عنك عشان الدنيا اجازه يوم الاثنين. هو احنا عندنا يا دكتور ما عندناش اجازه غير يوم الجمعه بس، وحتى يوم الاثنين اللي جاي ده مش اجازه. بجد والله انت بتشتغل فين؟ طب ازاي دي الحكومه هي اللي مديه اجازه؟ يا دكتور ما هو الكلام ده في القطاع العام، ويعني احنا كقطاع خاص ما بناخدش الاجازات دي خالص، طب ايه بنبقى الوقت شغالين. المناسب ليكم؟ لا لا عادي، يعني انا مع حضرتك عادي في نفس ميعاد المحاضره هكون موجود مع حضرتك عادي، بس لو اقصد في ان احنا مشكله قولوا لي. مفيش اجازات يعني. طيب لا ان شاء الله المفروض ان احنا ما ناخدش وقت طويل، يعني حكايه كلها ساعه ونص بالكتير نكون خلصنا. ربنا يبارك في حضرتك، ان شاء الله هنلتزم بالميعاد. طيب اوكي يا شباب، نشوفكم نيكست ويك ان شاء الله يا دكتور. شكرا يا دكتور. العفو، سلام. شكرا، سلام.